وطبعا يا ايمن رمضان والسحور. احنا دلوقتي في رمضان واجمل حاجه السحور، البطاطس والفول والطعميه والبتنجان والفلفل الحامي، ما بيهمناش صايمين ولا مش صايمين. والطعميه عجينه الطعميه وبتتعمل في البيت وما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الشاب الجميل ابن الغوريه وبوابه المتولي باسل حاجه باسل، عامل ايه؟ احنا بقى في رمضان والدنيا جميله وده اساس الفول. اكتر حاجه بس ايه؟ الفول طبعا ده اساسي، الفول طعميه على طول وسكريات وعندنا بابا غنوج ومسقعه ما شاء الله عليك. يعني بسم الله ما شاء الله انت منوع بقى، فلفل وبتنجان وجرجير بنجهز بضاعة، بنجهز حاجات، بنجهز ان شاء الله باذن الله في تسويق وجبات، في وجبات بتنزل ان شاء الله، في كلام كتير بتخش برضه عندنا جوه، في عائلات بتيجي تقعد عندنا ما شاء الله تبعت يعني الجنينه تبع حضرتك. وفي ناس بتفطر عامه نفس السحور، بشوف ناس بتفضل ان هي بتفطر نفس السحور، هات المايك، نفس السحور. طيب حضرتك بتحس بايه بقى؟ يعني كل مره انت واقف هنا ده ثابت ده مكان، لكن في رمضان ايه الفرق؟ يعني في رمضان بتحس بده، وفي رمضان بتحس ان في، بص للكاميرا كده، بتحس ان في يعني اقبال على السحور، بتحس ان هو رمضان، هو الجو رمضاني اللي انت شايفاه قدام منك، بتحس ان في ناس بجد بتحس ان هي فرحانه من جواها بالحياه، عكس الايام اللي فاتت دي كان الكورونا اللي هي كانت موضوع الكورونا بجد بجد الناس كلها كانت تحس ان هي محبطه ومش مرتاحه نفسيا، بس بجد احنا حاسين السنه دي يعني ان شاء الله باذن الله تكون احسن من السنه اللي فاتت، بحيث ان يعني الناس بتعوض السنه اللي فاتت موضوع الكورونا ده لما حصل الناس ما حسيتش بموضوع رمضان خالص، بس انا حاسس ان الناس كلها جايه باقبال اكتر عشان ما بتعوض حتى البسمه. يعني احنا ما شاء الله لقينا على حضرتك شاب باسل، شباب في الغوريه وفي القياميه وكده ما شاء الله، يعني والله كلهم مبتسمين ومقابلتهم حلوه وبجد انتوا جدعان بجد، شباب الجدع. طب ما تيجي حد تقول لنا كده، كل سنه وانت طيب. عمك عم الشاب الجميل باسل، الحاج علي، كل سنه وانت طيب. استعدت ازاي لرمضان؟ عملت ايه؟ والله احنا تعدينا الحمد لله، استعدينا اللي احنا بنجهز الشغل احسن، بنجيب عده بزياده، بنجيب مثلا كراسي وبس ان شاء الله. هو بس ما شاء الله يعني الشباب اللي عايزه يعني ربنا يكرمه باذن الله ان شاء الله. يا باسم المره الجايه تبقى في محلك باذن الله ان شاء الله. اللهم امين يا باسم، وانت يا باشا تنورنا في اي وقت، مبارك علينا وعلى امين. اللهم امين يا رب، اللهم امين. بس اللي فاتت بقى الكورونا ديت بقى ربنا بجد. طب ايه نصيحتك للناس اللي مخاصمه الناس واللي مقاطعه الناس اللي مقاطعه قوه واللي مقاطعه عقله؟ بصراحه يعني يعني يا ريت نقدم لهم نصيحه من حاج جميل زي حاجه صعبه يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هو التسامح حلو، التسامح احلى حاجه التسامح، واحنا كشعب ودينا تسامح والتصالح مع الناس، الشعب المصري بالذات يعني شعب طيب، واحنا بنحب نسامح مع بعضينا الله عليك، ونحب ان احنا يعني مع بعضينا كده نبقى كويسين ونبقى حلوين ونصبر على بعضنا. وانت طيب وانت طيب وانت بسعيد، خير علينا وعلى الامه يا رب. وانت بسعيد وانت بسعيد يا رب. ولاد عمك؟ اهلا ده ابن عمك. قول يا ست فوزيه، قول بتقلي بوس المحشيه والكنافه. انت شاعر ولا ايه؟ بالظبط كده. انت شاعر زي اسلام شاعر وغريب. جينا في قرب السيجان كمان. الله ارتجي. يا قريبه حسدوك في عيون الطيبه تشارك في مطر احمد. الله احبه، انا حبيت سمن الثلاث بهارات. لا انت بقى ما شاء الله بقى كل حاجه تلاقيها عندنا هنا. بص يا ادم احنا هنصور بقى شغل باسم وهو بيعمل السندوتشات. يا ايوه خد هتيجي تصور لنا الطعميه بتتسحر فول وطعميه وبتنجان. طب فلفل حامي ولا الفلفل؟ طب الفلفل الحامي ايه اخبار؟ ما بيهمكوش عادي؟ لا كله شغال، بيولع المعده في الصيام عادي؟ شغال صح حاج علاء؟ احنا شعب ما بيهمناش على الكنكه ربنا يشفيك. ايوه عايشين ازيك؟ على كم رمضان؟ اول يوم رمضان؟ الحمد لله. وشباب مصر يعني على كلامنا هو لما كورونا ديت وهي برضه تحذير من عند ربنا. طبعا اكيد اكيد. والجميل ده عسل يا رب لك.
قول لهم اهو كل سنه وانتم طيبين. طيب يقول لكم كل سنه طيبين حاجه على احنا سعداء قوي بنصيحتك للناس والنصايح الابيض والنور. يا رب الاسلاميه كلها يا رب يا حاج علاء متشكرين قوي ويا باسم باذن الله ربنا يوفقك ما شاء الله عليك ربنا يخليك يا رب يا باسم وبالهنا والشفاء للمنطقه وعايزك بقى تديهم يعني تحط شنطه اما تقول يا باسم عشان هما بيتكلموا بثقه ماشي يا باسم.